أما عن الفريق الأول لكرة اليد السيدات اللي بيواصل التدريبات على فترتين في الفترة الحالية في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في بطولة إفريقيا. فريق يد السيدات هيلعب مباراة ودية يوم الأربع اللي جاي مع البنك الأهلي، وهيلعب مباراة تانية بداية الأسبوع اللي جاي مع أحد أندية الدوري بعد ما لعب الفريق طبعا عدد من المباريات المتوسطة خلال الفترة اللي فاتت. الفريق طبعا كان فاز على الترسانة بنتيجة 35-25 يوم الأربع اللي فات في المباراة الودية اللي اتلعبت على صالة النادي.